هي occupational diseases. occupational diseases يعني ان المريض وهو في شغله بيتعرض لامراض او بيجيله امراض نتيجه تعرضه لهازرز في شغله ده. طيب هل ممكن ان المريض نقول ان الاوكيبيشنال ديزيزز دي او الهازرز lead to cardiac diseases? Yes, it can lead to cardiac diseases. ازاي؟ هو احنا لو قلنا ايه هي occupational hazard الاول اللي احنا ممكن نخاف منها، هنقسمها physical وchemical biological psychological and trauma. طب ايه اول physical؟ يعني ايه physical؟ يعني exposure to cold, exposure to high temperature, exposure to radiation, exposure to vibration, noise, diving، كل الحاجات دي ممكن can cause heart diseases. yes. ازاي؟ هقول لك اول حاجه لو exposure to cold، الاكسبوجر تو كولد اتسلف كان كوز كرونري سبازم. فهنقول للناس خلي بالك المريض القلب وحضرتك طالع في حته ساقعه ان انت ممكن يجيلك كرونري سبازم، فعلى قد ما تقدر تكون متدفي. الناس بتاعت الاكسبوجر تو هيت، الاكسبوجر تو هيت دي مشكلته الاساسيه ان العيان هيلوس فلويد اند سولت، وده هيدخل العيان في هيمو كونسنتريشن وفيسكوستي، وده ممكن يعمل ثرومبوزز. طب لو قلنا exposure to vibration، الناس بالذات اللي بتشتغل لفترات طويلة vibration زي سواقين التراكس أو سواقين العربيات الباصات أو الناس اللي بتشتغل في drilling، ممكن ده يعمل إيه؟ It's kind of stress، والstress ده هيactivate the sympathetic overflow and neurohormonal overdrive، فده هيخلي العيان indirectly يتعرض للstresses on his heart. الناس اللي بيشيلوا weights كتيرة ده ممكن يعمل إيه؟ ده ممكن by time يعمل له سترين على الهارت، وده يدخل العيان في ال في اتش او ان عضله القلب تتضخم. طيب او ممكن يجيله طبعا هايبرتنشن. العيان اللي هو بيتعرض للناس اللي بتعمل دايفنج، لو او اللي هو شغلته دايفنج او السايح او اللي هو كاردياك ديز، هل العيان اللي هو كاردياك ده يقدر يعمل دايفنج؟ لو ضغطه اقل من 140 على 80 يقدر يعمل دايفنج، اكتر من كده لازم على تريتمنت، ونشوف التريتمنت بتاعته نظبطها ان هو يقدر، هل ده تسمح له ان هو مثلا ما يكونش على دايريتكس. ليه؟ لان الناس اللي بتعمل دايفنج اساسا لما وين يعني اي واحد بيعمل دايفنج، اول حاجه بيحصل سنترال هايبرفوليميا، اوكي، وفي نفس الوقت بيحصل استيميليشن ستريتش ريسبتورز، فبيقل الانتي دايريتك هرمون، ولما بيقل الناس دي بيحصل لها كايند اوف ديهايدريشن. فتخيل هو تحت الميه متعرض لسقعه، وده بيعمل كولوري سبازم وبريفرال فازو كونستركشن، ونفسه الاكسبوجر في السقعه بتعمل سنترال هايبوفوليميا، والعيان ده عنده ديهايدريشن وما بيشربش، فطبعا كل دي ريسك فاكتورز كبيره على المرضى اللي هم مرضى القلب. طب لو حصل ان هو حصل له صادن دي كومبريشن هيحصل له ايه؟ في واحنا تحت الميه الضغط بيبقى عالي جدا، في نفس الوقت ضغط الميه عالي، في نفس الوقت النيتروجين بيدوب. طب لما جيت اطلعه فجاه النيتروجين ده بدل ما هو دايب في البلد هيطلع، هيبدا يطلع وهيروح للتيشز، فيتلاقي العيان لو طلع فجاه يجيله جوينت بين، والمصيبه الكبيره اللي بتخشه في بالمونري امبوليزم. فاحنا لازم نخلي بالنا ايه الحل؟ ارميه تاني في الميه، بس طبعا بطريقه مظبوطه، يعني ان هو يرجع تاني عشان النيتروجين ده يرجع يدوب تاني. طيب الناس اللي بتتعرض للراديشن سبيشالي اللي بياخدوا سواء اللي هم بيقعدوا جوه اوض الاساطر او كذا، دول بيتعرضوا كتير جدا للراديشنز بالذات على الكاروتيدز. طيب ايه المشكله في دول؟ دول بيحصل لهم انتمال هايبر بلوريفريشن، وده طبعا في الاخر بينتهي بكرونري اثروسكلروزز. طيب الناس اللي بتتعرض للراديشن اللي بتاخد ريديوثيرابي، طبعا دي مشاكلهم كتيره جدا من اول البريكارديتس لغايه الاريزمياز بسبب طبعا فايبروزز اوف ذا كهربه القلب، هي بتتاثر اكتر حاجه، وبرده مايكارديتس. فالناس دي لازم نبقى الحاجات الفيزيكال دي نقول انه يا جماعه اكسبوجر تو فيزيكال كونديشنز ات كان كوز كارديك ديزيزز، as well as الكيميكال، الحاجات اللي الناس اللي بتتعرض لكربون مونوكسيد، لكربون دايوكسيد، للناس بتتعرض لكربون دايسلفايد، للحاجات اللي هي الارزينيك، دي الحاجات دي كلها، الناس بتتعرض للنيتريتس زي في الداينامايت والحاجات دي، كل الحاجات دي يا اما بيتاثر عليه ان بتدخله في اوكسي، الاوكسي هيموجلوبين ده ما بقاش اوكسي هيموجلوبين، يبقى كربوكسي هيموجلوبين او ميت هيموجلوبين، وده بيدخله في مشاكل وانيميز وحاجات كتيره may end into heart failure. طيب الناس اللي بتتعرض للتروما، بلانت تروما تو ذا هارت، ممكن العيان يتخبط وما يحسش، ويجي باي تايم كده نلاقي ان عنده مشكله سواء بريكارديال افيوجن، سواء رابتشر اوف ذا كوردي اوف ذا فالفز، سواء رابتشر اوف ذا سيبتم، هو العيان كان واخد خبطه سبيشالي بلانت تروما، لان البنتريتنج تروما بتبان.
طيب يتفضل البيولوجيكال، ودي مهمه للدكاتره، الناس بتتعرض للفيرال انفكشن من العيانين، من البكتيريال انفكشن especially اللي بيبقوا بياخدوا بلا ترانسفيوجنز باستمرار، اللي بيحطوا الستات اللي هو بتحط لوب ده، ممكن كل ده ياثر على القلب طبعا، ممكن يعمل فيجيتيشنز على الفالف. فاحنا برضو الحاجات دي لازم نحطها في بالنا. الحاجات السايكولوجيكال، في ناس كتيره جدا نقول اللي هي الستات زي البروكن هارت، بتتعرض ست تعرضت لسايكيك تروما وات ايفر ات از، فبتلاقيها تاني يوم او بدات تشتكي من هارت فيلير او مانيفيستيشنز لوكس لايك مايكارديال انفاركشن، وده بنسميها تكتسوبو سيندروم او بالونينج اوف ذا هارت. ودي يعني البروجنوزس بيبقى كويس، لكن دي سايكولوجيكال تروما فات ماي ريزمبل كارديوميوباثي از ويل از البيرن اوت سيندروم، وده دايما بنلاقيه. ودي اخر حاجه هتكلم فيها البيرن اوت سيندروم، الناس اللي هم وصلت لشغلها لمرحله كويسه خالص، بقى مدير او كذا، ولكن بيحس ان هو التكنولوجي اللي حواليه زادت عليه، ما بقاش هو كوبينج معاها، او ان هو بيروح يمضي ورقتين ويمشي، او ان هو فبيبدا يدخل في ديسوشيشن من المجتمع اللي حواليه، ويبدا يجيله ديبريشن وانكزايتي. ويمكن احنا بنلاقي الناس كتير جدا ما كانش عنده اريتابل باول سيندروم، لقي بعد كده بقى جاله. طب ليه جاله؟ لانه اندايركتلي هو داخل في ديبريشن او في انكزايتي من السيتويشن اللي هو مش مرتاح فيها في شغله. فمش عيب ان الناس تروح لدكتور لو حاسس ان هو ديبرسد او قلقان او مش مبسوط، ما بينامش، مش قادر يقعد مع الناس، ما بيسمعش الناس، نقول لا روح وشوف دكتور سايكاتري اتكلم معاه، لان ده مرض زيه زي المرض العضوي، مش بيبان. مريض العنايه انت بتحط في العنايه تحافظ عليه، اما المريض النفسي فهو ماشي بيعاني لوحده. فيمكن هي دي الحاجات اللي بنقول عليها دي occupational diseases. It can cause cardiac diseases، بس يعني ايه نتمنى ان احنا نحطها في بالنا في الهيستوري. المهم جدا هيستوري بتاع العيان واحنا بناخده، الاوكيبيشن بتاعته والاكسبوجرز اللي بيتعرض لها، وساعات العمل قد ايه هو بيتعرض لفايبريشن، قد ايه بالبوليوشن الاير اللي هو موجود فيه، كل الحاجات دي مهمه جدا في الهيستوري بتاعنا. ويمكن نتكلم بعد كده اكتر على الحاجات في الاوكيبيشنال ديزيزز وازاي نتعامل معاها، لكن يمكن في مرات تانية ان شاء الله.